السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، صحة وعافية إن شاء الله يا رب على الجميع. للجولدينات الأبطال للنبيور، طبعا راح أعرض لكم كم فرخة يا شباب اللي ريتين. والله ذن خط أول، شوف ذن الدابولة، ذن خط أول وعد فرخات هنا، عد فرخات هنا. هالسهم راح أطلعهن وراح أعرض لكم ياهن للبيع. وهاي أمهات الحمام كلها، هاي أمهات الحمام كلها، فاللي ريتن خلي يطبلي بيهن كراسات. هنا كراسات اكو بيهن، هذا حمام بيور هنا. طبعا اكو ولد خبرنا قبل فترة قال لي على مود الشتريات، ذن الفرخات الشترية، هذا فرخة وبعد فرخة جوا. هم بعد ما لحقات هو الولد، ما ادري منتظرهين لا. وبيهن فرخات عراقية، يعني تقريبا ذن الزوج عراقيات عندي، ذن الزوج عراقيات، وبين بعد يمكن بعد زوج عراقيات، والباقي لا والله كله بنات مستورد. الحجم هذا، هذا الجالدار، وذني الأبوهن جولدن، ذني جولدن، ذني أخوات. هسه راح أطلع لكم ياهن هناك. طبعا هاي الفرخة هم راح تنضافوا ياهن، هاي بالتلميسي راح تنضافوا ياهن، اللي هي هاي أمها. ذني الفرخات مال الشتري، اكو ولد والله وصانا عليهن، قال له هاشم اذا كملن انا اخذهن، قلت له بخير ودلل. واكو فرخات شويه يعني انا مو ما متواجد، لقيت يعني عيونهن متضرره فحطيت لهن قطره، واتصور هاي القطره تالفه عندي كانت بالشمس، لان هاي قطره اصليه فول اللي يريد يجيب عليها فول، بس قطره يعني مال صار يمكن 9 شهور، فاصور تالفه. ولذلك انا كنت اخليلهن مثلا بالليل، الصبح القى العين بلاديه. فاكو البعض من الفرخات تقريبا 2-3 فرخات شويه عينهن شويه رمده، يعني مثلا يقدر يعالجهن، لان ما متواجد يم الحمام. هاي هسه ذبيت اكل وطلعت. هاي شنو هاي؟ هاي فرخة سوداء، ها ذن بنات الكاظمية، الكاظماويات اللي هي هاي أمهن. هذا هم أخوها الثاني، هاي أمهن بيضت. فراح أعرضن يا شباب، اللي ريتين خلي يطب لي، خلي يطب لي عليهم شي شي شي. هسه راح اسيب لكم اياهن الكم زوج، وهنا راح تشوفون العدد مالتهن. هسه راح انقلهن هنا في المسرح الصغير واصور لكم اياهن، يعني المثل هيك فرخه هاي بعد ما لاحقه، لان فرخات بعد ما لاحقات، هاي فرخه بعد ما لاحقه. ذني ذني والله كنت ابيع بناتهن ب 250 الزوج، هاي اذا بعت، يعني اذا ما صعدتن فوق للطيران عندي، لان خوات هذا، خوات هذا تابعوه شوفوا. هذا الدابولا اللي هو اخو طاير، ها شو يعني هسه راح تقول له هاشم هاك تفضل، ماي ماكو، هاك شو ايش قد باقي بالماي، يعني من اقول لك ما متواجد، ما متواجد، وهذا السطح كله تراب.
هاي السطح كله تراب وتراب، يعني لا منظف ولا شيء، ولا صاعد للطيور ولا صاعد لهن، ملتهب عملي وملتهب السفر مالتي. فاللي ريتهن راح اعرضهن، واللي ريتهن خليه يطب لي شرائي، لا يطب لي قل له هاشم احجز لي ياهين، لا يطب لي قل له هاشم والله نزل له من سعرهين. سعر الزوج مالتن يا شباب ببلاش والله ب40,000 دينار بلاش. هذا الزوج قلت لكم ابيعه ببرقه، ببرقه ونص ابيع الفرخات مالاته، ومن ضمنهن صارت يعني هسه ليش تقول لي هالرخص وين 150 وين 40 هاشم؟ فاقول لك ضفت لك اياهن تقريبا زوج لو زوجين عراقيات، ومن ضمنهن كراسات طير، حمام مال مطيار، حمام مال ونسه، اشرط لك اياه بالطيران فول واحد على واحد. انت هو غير هو هذا تريده؟ انا اضمن لك اياه مطيار طير تونس، ما طار افضحني، اريدك تفضحنا على اليوتيوب على الفيس، قل لعم هاشم هيك من عندك طيورك ما طارت هاشم. اغلط انا اسمح لك تغلط وتشوه سمحتي، بس خلى الله بين عينك وثبتهن بصوره صحيحه. حمام طيار مثبته 100% وطاير عنده وشايف ابطال ابطاله، ورسمه يغلط رسمه يغلط، بس بقت هي بعد تتبع تثبيت الجناي اللي راح يشتري الحمام شلون راح يدير الحمام بصوره صحيحه. اليوم احنا مو والله بس نبيع وتعال واشتري وش اسمه، لا عم يدير حمامك بصوره صحيحه، ها وشوف المطيار وشوف الابداع. فان شاء الله راح اعزل لكم اياهن، يعني اكو فرخات الله شاهده والله منتظرهن، يعني هاي الميسه منتظرها، هاي الفرخه هي قاعد تصلن عليه، هاي الفرخة هي وأخوها، وين أخوها؟ هذا الرس هذا وهاي أخوها، يعني ذن والله منتظرهن، يعني حتى كبيهن بقرصات هاي بقى بس شلحها انتهت، يعني ذن كنت انتظرهن والله انتظرهن، يعني شوكت يطلعن. تحياتي لكم، راح أوقف الفيديو وراح أعرض لكم الفرخات، راح اعرض لكم الفرخات. طبعا هذا اخو الجولدنات، هذا المخلف اللي يطير عليه، اخذ من الجولدنات والله بطل من الابطال. هذا الجولدن اللي فوق، هذا الدابولا اخو هذا الدابولا اللي عندي، يعني ما عنده حمام غريب يا شباب، ما عنده حمام غريب لو شيله هاي والله راح اجي القط لك فرخه وتريد نبيع لك، لا عيب. فكل الحب لكم، راح اعرض لكم والشراي ما اعرف يطلعن 4 زواج 5 زواج 6 زواج 3 زواج، ما اعرف ايش قد العدد مالتن، هسه راح ندبن هنا بالمسرح والباعلهن سوا احنا وياكم، نشوف عددهن. سعر الزوج 40، اللي يقول له هاشم دز لي انا هسه اروح للقراج، هسه اروح اوديه لي اياه، فرجاء لحد يطول لي بالتسعيره، قاعد اقول لكم الشراي يطب خاص، اللي يحب يخابر ويظل يسولف ويجر ارض ويجرطه ولا يطب لي، ليه طب لي فدوى لقلبك؟ 40,000 39,000 ما أبيع، صار معلوم؟ توصيل جميع المحافظات موجود، وين ما تريد أنت وين ما تكون، لو تكون بتركيا هم يوصل لك. وسائل النقل يا شبابك وشغلات ترى يعني قاعد أعاني منعتها، يعني الشراي اللي يريد يشتري الحمام، أنا مو مسؤول على فلوس التوصيل، أنا شو العلاقة؟ أنت المشتري غير تدفع فلوس السيارة، أنا شو العلاقة بالتوصيل يعني؟ أنا اللي علي أعطيك التسعيرة، واللي علي أروح لك منه أدز لك إياهين للقراج الموحد، إذا كنت من الجنوب أدز لك إياهن للقراج الجنوب ومن أنا يصير، وإذا كنت بالشماليات يعني بغداد وخلف بغداد يعني يكون من قراج بغداد مالتنا مالت النجف. فيا شباب الكروع عليكم زحمة زحمة، واحد يخابرني يقول له ها هاشم هي غير الكروع شنو أنا يعني مثلا شلون يعني؟ أنا بعت لك الطيور مثلا برخص والدور الكروة علي، ما يصير هيك الشباب، يعني أنا أشوفها زحمة ترى، هي ما تسوى 10 أو 15 زحمة أشوفها. واللي بالنجف هم موجودات يا شباب، اللي ريتنا هم موجودات، يلا هاي الحمام نزلته من الطيران كله نزلته هنا، هذا الحمام راح ينقل لأحد أصدقائي، يعني هو قاعد يرتب بالبرج ولا هو هم ظرف عنده، قلت له براحتك شو وقت ما تكمل برجك أنا أدز لك الحمام، لأن إن شاء الله راح أتجه العملي. كل الحب لكم، وتابعونا الفرخات على مود تشوفون أشكالهن وتشوفون العدد مالتهن وتحسبوهن يمك على مود أنت من تخابرني قل له هاشم دزلي، توكل على الله ودزلي. تحياتي لكم وتابع يا أبوي.
طفر عندنا الشتريات وكاملات يا شباب. يلا وهذا الجو قدامنا وكاملات. خلينا نشوف فرخاتن على مود اذا يروح انا يقول الخلف ما مات هاي بس طلعت من البرج. يا الله صلى على محمد وآل محمد. طبعا هي هاي النقشة الذبل شوية بيها طوخ وبعدين ينقلب ابيض. هاي فرخاتن يلا عم نروح الماري تشن ورجع فرخاتن. اه ماي والله نزل على الماي. ماي ما عدهين طلعت الدبة مالتهين. زين ماي طبن جوا خاف يطبن ويطلع عند النيجة. بس يلا خلي لك تنكالس يوم. تحياتي وهم راجع لكم يا شباب. جانا وياكم يا شباب. هسه ذن 2 4 6 8 10 11 يعني 6 زواج الا واحد. وين هذا الدبولة؟ تعال يا قلبي تعال 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 يلا طبوا ياهن بالعافية بالعافية. ذن صارن 6 زواج. وين ذن الجولدنات؟ هذا واحد. يلا تفضل. وهذا الثاني هاي صار عندنا 7 زواج. عندنا صار 7 زواج. 7 زواج على 40,000 دينار يا شباب. ما راح اقصر وياكم ولو انتم متعلمين تقولوا لها شنو نساعد هدايتنا وهدايتنا. هاي كراسات بيورات والاتصالات ما شاء الله. هذا حالي يا شباب والله شاهد هذا حالي. فضل من الله. خل نشوفه ونشوفكم الهدايا. اذن 7 زواج هسه قلنا عليهم 7 زواج. 7 زواج. اذن الكرماويات هذا هدية وهذا هدية وهاي الام شوف هاي من رسوس الابطال من رسوس الابطال. هسه ذن زوج هدايا. تعال انتي تعال انت. وذن هم زوج هدايا وياهن هم عراقيات بس مجهولات الهوية. ذن زوج هدايا وذن نيجي زوج هدايا. هذا طلع طلع الفحل الدابولا. تعال عمي تعال خلنا نطببك تعال. يا 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 هسا افتهم فيه يا شباب لهم مرجع فهم. خل ارفع لكم السيم على مود تشوفوهن. هاي الابطال شرحت لكم اكو بيهن عيونهن شوية متضررة تقدر تجيب لهم قطرة وتطيهن وما بيهن كل مشكلة. حمام شبعان وطاقات طق. هاي الوحوش قدامكم واضحات. طبعا ديش الميسي بالاخير صايرة. هاي الابطال كلها قدامكم. سعر الزوج ب40. بيعات شليع وياهن 4 فرخات هدية. بعد تامرون بشي وسعر الزوج ب40. اتصل وقل له هاشم دزدياهين. فدوى لقلبك لا تعبنا ابوس ايدك. فدوى لقلبك انت اللي بس تحب تخابر وبس تحب شو اسمه. ترى عرفك والله عرفك. والشراي ترى عرفه ترى مو غشي ماني. الشراي عرفه يعني من اول كلمة الو اعرفه صدقني. بس اكو بيهم اطيهم على قد عقلهم واظل اسايره بالموضوع. وادري بيه ما يشتري. انا ادري بيه ما يشتري. يحب يسولف ويحب بس هو يعني غايته الله يغفر ذنبه غايته يسمع صوت او شيء او هاي ما اعرف يعني. فكل الحب له. حمام يلقط حمام صحته جيدة. هاي قدامكم فقط العيون شوية ذاك مثل متضرر عينه شوية. هذا الثاني ذن اللي كان نزقنهن بالبيتونة.
واكو عندي يعني شلون القاع وسخه ولذلك شويه متاثرات عيونهن، فقط قطره مثل هاي القطره اللي عرضت لك اياها تروح تشتريها وبضماني وبضماني. كل الحب لكم واتمنى لكم الموفقيه، اللي يريدهن يطوب ويدلل. مع السلامه يا غالين. احسبهن 7 زواج، 4 زواج هديه و7 زواج للبيع، سعر الزوج 40,000 دينار. ب39 لا تخابر، ابوس ايدك ب39 لا تخابر. مع السلامه يا غالين.